والأزمة في فرنسا تلقي بظلالها علينا. الشابان اللذان الأخوان اللذان اقتحما مقر المجلة التي أساءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم برسوم كاريكاتيرية وأساءت أيضا للمسلمين كما تسيء إلى غيرهم، هي مجلة ساخرة معروفة بسخريتها من الجميع، ليس لها سقف في حرية التعبير. والعجيب قبل سنتين في بوسطن أخوان من أصول شيشانية وهذان أخوان من أصول أظن جزائرية، فأصبحنا ما حكاية الإخوة، ما حكاية الإخوة، وما حكاية هذا الفكر الذي يدمر كل شيء. دعونا بصراحة وبلا خداع للنفس أن نعترف أننا نحن المسلمين قنابل موقوتة. لا نعرف، عندما نقول نحن المسلمين ليس كل مسلم، لكن القطاع المتدين قنابل موقوتة، وممكن واحد يبقى عاهر وفجأة يتدين، وأول ما فجأة يتدين أول شيء يعمله قنبلة يفجر ويقتل. هذا اعتراف، لن نستطيع أن نحسن أنفسنا إلا إذا اعترفنا. لو أنت عندك سرطان ما ينفعش أقول لك عندك إنفلونزا، لازم أقول لك عندك سرطان، سرطان واضح متغلغل. وعايز أقف عند السرطان ده، لما واحد بيجي له سرطان بيبدأ يعمله بحوث، يقول السرطان ده سببه إيه؟ هل هيبقى في سرطان ويقولوا ايه جاي من عند الله كده؟ يعني بيدرسه، هو طبعا كله من عند الله، كله من عند الله، لكن لا يمنع ان يكون هناك بحوثا لمعرفة الاسباب التي تكمن وراء هذا السرطان. خلينا نقول ونعترف ايضا، هل نحن المسلمين في اغلبيتنا العظمى نكره المسيحيين؟ نعم، هذه الحقيقة. تشوف الأعداد، لابد أن تعترف أن هناك كراهية متجذرة في الصدر المسلم. طبعا واحد قاعد يقول ايه يعني هم يا شيخ بيحبونا قوي؟ ده هو رب، ما هم بيكرهونا برضه. يا سيدي ما شأنك بغيرك؟ افرض ان واحد حرام، تقول ماني حرام انا الاخر زي الحرامين؟ قال كل الناس يا اخي حرامين. مين بقى اللي وصل للاجيال دي كلها هذا الحجم من الكراهيه؟ الحجم، الفكر المتغلغل في الكتب، فكر ابن تيميه، ابن القيم، النووي، هؤلاء الاساطين الفكر الذي طبعا في الجيل الجديد بقى ايه؟ بن باز، ابن عثيمين، الحويني، محمد حسان، هذه الاسماء هي المسؤوله فيما تنقل للخليقه من بس الكراهيه في النفوس. ان المسيحيين احيانا ورجالهم الذين يأتون ببعض آيات القرآن التي يستخدمها هؤلاء البلطجية، هؤلاء العلماء الذين أفسدوا أمة محمد
وجعلوا سمعتنا تحت الأرض الذين ذكرت أسماءهم من الماضي والحاضر. عندما نبص في الناس لا يجوز لك أن تقول للمسيحي في عيد كل عام وأنتم بخير. ما الموقف؟ أليس هذه حاضنة لبداية الإرهاب؟ لأنك أنت تكيف نفسك على الكراهية. بل الحق اللي في القرآن مشوه على يد علماء يفسدون الشباب، هؤلاء الذين قتلوا ضحية ابن تيمية، ضحية أحمد بن حنبل، ضحية ابن القيم، ضحية النووي، ضحية الحويني، ضحية ابن باز، ضحية ابن عثيمين، ضحية محمد حسان، ضحايا، والله ضحايا. مساكين يظنون أنهم يعبدون الله، يقتلون أناسا. كل آية فيها أخلاق عندهم منسوخة، كل آية تدعو إلى الرقة في التعامل مع الخلق منسوخة. فقط الموجود اقتل، اذبح، تخلص، هو ده فقط اللي ربنا بيقوله. جعلوا المسلمين يكرهون كل شيء، يكرهون المسيحيين ويكرهون اليهود ويكرهون الملحدين ويكرهون كل الخليقة. لماذا؟ ربنا قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كيف تتعارف مع غيرك وأنت تكرهه؟ أنت تكرهه، كيف تعامله؟ ومع ذلك أنت يا من تظن أنك الحق، أرني بضاعتك، أرني بضاعتك. بضاعتك قتل، بضاعتك تكفير، بضاعتك تشريك، بضاعتك في كل شيء سيئة. ماذا قدمتم للحضارة؟ ماذا قدمتم للإنسانية؟ لا شيء. ثم تودون أن تقولوا أنكم خير الناس وأنتم في الجنة وكل الخليقة في النار. إنني أستحي من سلوكيات المسلمين، سلوكيات التعفن الحقير. إننا المسلمون اليوم مهما وقفوا في المساجد ليعلنوا تبرؤهم من هذين الأخوين أو من ذلك الأخوين الذين فعلوا في بوسطن، وكل يوم نرى مأساة. هل هذا يكفينا؟ لا، لا زالت المحضن. لا تكرهوا يا عباد الله الناس، لا تكرهوا الخلائق، حبوا الناس وتعاطفوا مع الناس وتقربوا إلى الناس. أنت تريد أن تدعو غيرك وأنت تقول له ليل نهار سبا ولعنا وكراهية. لما قلت في فتواي بأننا يستحب لنا أن نهنئ المسيحيين وأقول وقولوا للناس حسنا، أقول قال الله وقولوا للناس حسنا. تصوروا يخرج غبي على الفيسبوك ليقول هذه الآية نزلت في اليهود وبني إسرائيل. يعني هؤلاء يجب أن يقولوا للناس حسنا، إنما احنا لازم نقول للناس زفت. من يقول لا يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم هو الذي جهز من قتل في فرنسا، هو الذي جهز من قتل في بوسطن، هو من يجهز من يقتل في العراق، هو من يجهز من يقتل في سوريا، هو من يجهز من يقتل في مصر. هؤلاء هم الحاضنة التي تجهز الإرهاب وتصنع الإرهاب وتبينه كأنه دين الله الذي نزل على محمد والإسلام منه.